انضم الينا من اربد مراسل الغد يوسف البستنجي. يوسف، يعني لو تحدثنا اكثر عن هذا المهرجان والاجواء وحجم المشاركه. نعم صلاح، بداية مساء الخير. سمو. اليوم هذه الفعاليات وهذه التجمع لمهرجان الرمان 13 الذي يقام في مدينة إربد عروس الشمال في المملكة الأردنية. اليوم هنا تجمع كبير لمنتجي الرمان في المملكة وخاصة في محافظات الشمال وتحديدا في مدينة إربد عروس الشمال التي يعني تنتج ما يقدر ب 8000 طن من مادة الرمان التي تشتهر بها بعد ثمار الزيتون. هذا المهرجان الذي يحتوي على العديد من المنتجات التي يتم استخراجها وتصنيعها من مادة الرمان التي تعتبر قيمة صحية وغذائية مميزة، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى كدبس الرمان والعديد من المربيات الخاصة من مادة الرمان وخل الرمان في هذه المدينة التي تشتهر بالزراعة المميزة وخاصة في هذه الأوقات من السنة. 8000 طن من مادة الرمان التي يتم ثمارها وقطف ثمارها في هذه المدينة، مدينة إربد، التي تشارك في هذه الفعاليات التي تعقد سنويا منذ 13 عاما، وتعتبر هذه المشاركة في هذا الموسم هي الأكبر بنسبة 160% مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة بأنه المشاركة النسوية لهذه الفعاليات تقدر ب 120 امرأة من محافظات الشمال وتحديدا في مدينة إربد التي تشتهر في هذه الزراعات. يعني تعتبر أيضا هذه الأمور من المشتقات لهذه المادة، من هذه أيضا مادة الرمان، مستحضرات تجميلية يتم تصنيعها أيضا، وهناك أيضا مشاركة للعديد من الأسر التي تعتبر هذه الفعاليات هي مصدر رزق لهذه الأسر في ظل الأوضاع، خاصة بأن هذا المهرجان لم يقام العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ولكن عادت الحياة وعادت هذه المهرجانات التي تشكل مصدر رزق لهذه الأسر، ل 180 أسرة أردنية في محافظة إربد التي تعنى دائما بهذه المزروعات وهذه الثمار لوجود المناخ المميز في هذه المحافظة، والتي أيضا تصدر منها إلى المحافظات الأخرى، وربما أيضا هناك تصدير إلى خارج المملكة من هذه المادة التي تعتبر ثاني أكبر مزروعات في محافظة الشمال وتحديدا في إربد بعد مادة الزيتون. يوسف البستنجي مراسل الغد، كنت معنا من إربد، شكرا لك.